مالك يا بنتي مهمومة كده ليه؟ حاسة بوحدة هتموت. ليه بس يا ست سماح كفالة الشر؟ واحنا روحنا فين؟ انتوا ناس طيبين، ورغم ان الحاجة امرتكم انكم ما تكلمونيش برضو بتكلموني. الحاجة طيبة قوي قوي قوي، هي بس ظروفها الصعبة اللي مخليها عصبية حبتين. وهي كمان لو عرفتك على حقيقتك هتحبك قوي يا بنتي. يا ريت. بس ازاي؟ انا هقول لها. انت بنتي عايزاها تعرف ان احنا كلمناها بعد ما منعتنا ان احنا نتكلم معاها. امال يعني نسيبها منبوذه على طول كده؟ لا يا اختي، نتنبس احنا كمان معاها. ليش بقى لو كبرت في دماغها وقطعتنا احنا كمان؟ لو على ايه بلاش. طيب احنا يا ميلة بختك يا سماح، يا ميلة بختك، انا بقيت عامله زي الجربانه والكل بيفر مني. معلش يا ست سماح، احنا ناس غلابه وخدامين اكل عيشنا. أولاد الحقوني يا هنية يا نورة، الحقوني الحقوني. دلنا على سلامتك يا هاني. انا فين؟ انت مين؟ ده الدكتور يا حاجه كوثر. دكتور؟ ايوه، خضتينا عليكي يا حاجه. وايه اللي حصل؟ ازمه وعدت على خير، علشان تبطلي تاكلي جبنه قديمه وما تاخديش الدواء في ميعاده. يا ما نصحتك يا ست الكل. جيت اخد الحبايه لقيت الدواء خلص، ملحقتش اجيبه، لقيت الازمه جاتني فجاه. البركه فيها بنتك، لولاها كنت دخلت في مشكله كبيره. بنتي دي جاتني العياده وخطفتني من وسط العيانين علشان تنقذك. ده اقل واجب يا دكتور. عموما انا كتبت لك على فيتامينات مع الادويه اللي بتاخديها، وما دام حضرتك نسايه كده يبقى هخلي بنتك هي اللي تجيبي الدواء وتتابعك، لان من اللي شفته شكلها مش هتنسى بقى. متشكره قوي يا دكتور. هنيه. ايوه يا ست. وصلي الدكتور. حاضر. على إذنكم. اتفضل. سماح. أيوه. أنت ليه عملتي معايا كده؟ أي حد مكاني كان هيعمل كده. رغم كل اللي عملته معاكي. يا ما دقت على الراس تقول يا حاج، ولو جت على عمايلك يبقى رضا. يظهر أنا فهمتك غلط. ولا يهمك، أنت لا مؤاخذة يعني في مقام أمي. ممكن ترتاحي لحد ما أجيب لك الدواء، أنا عاملة لك شوربة فراخ هتاكلي صوابعك وراها. أمي ماتت وهي بتولدني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أنت بقى يا بنتي يتيمة من يومك. المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين يا حاجة. أيوة يا بنتي. طب وعيش إزاي؟ رحت عند خالتي، هي اللي ربتني. الله. طب أبوكي راح فين؟ كان موجود بس زي قلته، أصله اتجوز واحدة تانية وخلف منها عيال. يا كبدي يا بنتي، يعني انت ما كنتيش بتشوفيه بقى؟ كنت بشوفه في الاعياد، اصله كان مشغول دايما. طيب يا بنتي، يعني عاوز اسالك سؤال كده بس ما تزعليش مني، ما تاخذنيش يعني. ابوكي كان تاجر مخدرات من زمان؟ فاشر. انا ابويا ترزي قمصان محتار، وكسته دي ما جاتلوش الا على كبر. هما لما بيكبروا بيتجننوا. كله من مراته الحربايه، اصل كان ليها طلبات كتير جدا، وشغلة القمصان شطبت لما طلع الجهز، وحالة ابويا زنقت على الاخر. طيب ما دورش ليه على شغلانه شريفه بدل سكه الحرام دي؟ يا حاجة ابويا ما تاجرش في المخدرات، كل الحكايه انه خزن بضاعه لواحد تاجر عنده في المحل وخد عليها ارضيه. ما هي يا بنتي اللي بيداري على مجرم يبقى مجرم زيه. المضطر يركب الصعب، والحاجه وحشه يا حاجة. طب وانتي ليه ما نصحتيهوش؟ انا عرفت بعد فوات الاوان، اصل خالتي لما ماتت جوزها اتغير من ناحيتي وبقى بيبص لي كده بصات مش مريحه، لحد ما فاجئني انه طالبني للجواز. يخيبه ده راجل، اتجنن ده ولا ايه؟ فعلا اتجنن،
اضطريت بقى اسيب بيته واروح اقعد مع ابويا ومراته التانيه وعيالها. هي يا بنت المشرحه ناقصه قتله. في نفس الاسبوع اللي رحت فيه اتقبض على ابويا ومراته طردتني من البيت. يا ساتر يا رب، هو جرى ايه في الدنيا دي؟ الناس ما بقاش في قلوبها رحمه ولا ايه؟ اتلطمت في الشوارع، بعت مناديل وورد لحد ما لقيت شغلانه في قهوه بلدي انام فيها بالليل واصحى الصبح اشتغل. كنت بتشتغلي فيها ايه؟ بخدم على الزباين، والحظي ان نسيم مختار كان واحد من زباين. بس يا بنتي دي شغلانه صعبه قوي على واحده ست. شفت فيها كتير، اللي عاكس واللي يرزل واللي يمد ايده. ايه يمد ايده؟ بس كنت بقى طحاله. اه ده انا حره وما اقبلش على نفسي الحرام ابدا. ايوه كده جدع يا بت. الكل كان طمعان فيا الا سي مختار الله يستره، هو الوحيد اللي كان حاسس بيا، وبدل ما ينهش معاهم عرض عليا الجواز عشان يسترني ويحميني من كلاب السكك. مختار ابني عمل كده؟ جدع وشهم، راجل ولا كل الرجاله. ربنا يبارك لك فيه يا رب ويجعل تربيتك ليه في ميزان حسناتك يا حاج. في ميزان حسناته هو كمان. يا مختار، اول مره في حياتك تعمل حاجه عدله. بعد اذن حضرتك يعني ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اقول لك يا ماما؟ اصل اتحرمت من الكلمه دي طول عمري، نفسي قوي اقولها لك. يا حبيبتي يا بنتي تعالي.